أستاذ أحمد، وسط الأزمة السياسية الحاضرة، في الحقيقة فشلت جميع المبادرات، ابتداء من مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مرورا بمبادرة نيجرفان بارزاني الحكيم العبادي، مؤخرا حتى مبادرة رئيس البرلمان السيد محمد الحلبس، جميعها فشلت. هل من مبادرة أخرى ترمم حالة الفشل الحالي؟ يعني هي ليست ترمم بالتأكيد، يجب أن تصلح. أولا أرحب بك وأرحب بمشاهدي قناة أول شيء رحب بك ورحب بقناة فلوج الكرام ومشاهدي قناة فلوج. طبعا من اليوم الحوار الوطني أو الحوار الذي يدعى إليه، وهو الحوار لجميع الأطراف السياسية، هو عملية صحية في العملية السياسية، وهو يدعو إلى أن الدماء العراقية يجب أن تحافظ، وأن الدماء يجب أن لا تراق لأجل سياسة ولأجل موضوع سياسي. هذه واحد. اثنين، كل المبادرات اليوم التي طلقت والتي ستطلق في المستقبل هي تصب في مصلحة العملية السياسية، ومصلحة أنه يمشي هذا الانسداد السياسي وأن لا يكون انسداد سياسي في المرحلة المقبلة. أما اليوم كمبادرات وكرؤى متعددة في العملية السياسية، بحاجة إلى نضوج أيضا سياسي من بعض الأطراف السياسية. شوف اليوم التيار الصدري فقط مطالبه، يعني نحصر مطالب التيار الصدري فقط في حل البرلمان والانتخابات المبكرة، هو هذه طلبين وشروط أجبرها السيد الصدر على هذه العملية السياسية. وجميع الأطراف السياسية مما بينها السيادة والديمقراطي الكردستاني متفقون على حل البرلمان، لكن بالأطر الديمقراطية أو الأطر التي تحقق للمرحلة المقبلة طريق سلس لوصول إلى انتخابات مبكرة يضمن الجميع فيها أن لا يتكرر موضوع الانسداد السياسي. ولهذا السبب نحن اليوم بحاجة إلى جلوس أكثر على طاولة الحوار والوصول إلى طريق أو خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، حتى لا يتكرر علينا سيناريو الانتخابات الماضية ولا يتكرر علينا الانسداد السياسي في المرحلة المقبلة. واضح، ولهذا السبب واضح جداً الإطار التنسيق اليوم لديه. نعم، واضح جدا أن المحكمة الاتحادية رسمت خطة مبدئية لخارطة الحل، وقالت البرلمان حاليا هو يعني شبه معطل وغير شرعي، فالدعوة الآن من المحكمة الاتحادية إلى حل البرلمان نفسه بنفسه، لكن لن يستجيب حاليا البرلمان لحل نفسه بنفسه بسبب إصرار إطاري بالدرجة الأولى، أليس كذلك؟ أبدا. إنه اليوم هو المادة 65 من الدستور تتيح أو 64 من الدستور تتيح للبرلمان عملية حل نفسه، ولكن بأربع شروط اللي هي الإطار التنسيق اليوم مصر عليها وجميع الأطراف مما بينهم السيادة طبعا ومن بينهم الديمقراطي الكردستاني، وهي وجود حكومة يمثل فيها الجميع للمرحلة المقبلة، حتى يمثل الجميع في الحكومة، لأن أنت اليوم الجميع أقصد السنة والأكراد وباقي الأطراف السياسية حتى يضمن تمثيلهم في الحكومة المقبلة. اثنين، بقانون انتخابات جديد، وهذا قررت المحكمة الاتحادية من قبل، ويعني نص قرارها أنه تعديل قانون الانتخابات. ثلاثة، مفوضية انتخابات تكون قريبة من الجميع. أربعة، الموازنة المعطلة اللي اليوم ينتظر الجميع من عندها أنه تحقق مطالب الشعب ومطالب المحاضرين ومطالب المعطلة العاطلين عن العمل وكليتهم. فهذه الأمور الأربعة وبعدين خلي نحل البرلمان، ماكو مشكلة. ثلاثة، وهي الأهم في موضوع حل البرلمان اليوم، اليوم رئاسة الوزراء تمثل المكون الشيعي وموجود يعني السيد مصطفى الكاظمي وهو يمثلها. رئاسة الجمهورية تمثل المكون الكردي والسيد برهم صالح يمثلها. إذا حليت البرلمان، من يمثل المكون السني داخل الحكومة المقبلة؟ ومن سيكون له رأي في الحكومة المقبلة؟ يعني ما يكون أحد يمثل المكون السني، ولهذا بحاجة إذا حل البرلمان بحاجة جميع المكونات يمثل المكون السني والكردي والشيعي الانتخابات المقبلة، هذا الذي يصر عليه التيار الصدري. لكن بنفس الوقت لكن بنفس الوقت هنالك تفضل. الانتخابات المقبلة ما راح تصير بعدها بشهر ولا تصير بشهرين، أقل شيء راد لها أشهر، 3 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، حتى أكو أمور لوجستية، طبع الأوراق، أسماء المرشحين، شلون تترتب المناطق، شلون إيراد هذه الأمور لوجستية، مو شهر وشهرين حتى تصير تصريف الأعمان أن تنفذها وتجهز لها. لكن الإطار التنسيقي أيضا معترض عليها وعلى الحكومة الكاظمي، حتى وإن كانت وقتية لتمهيد للانتخابات، صح؟
لا لا شوف حكومة سيد الكاظم اليوم هي حكومة الأزمة في المرحلة المقبلة، هي في السابقة هي التي يعني سوت هذه الانتخابات، غير هي سوت الانتخابات هي وصلت نتائج الانتخابات إلى شيء، وباقي الأطراف كانوا معترضين أصلا على إدارة الحكومة لهذه الأزمة. يعني انتخابات بذات الآليات السابقة لا يريدها الإطار التنسيقي، نفهم من هذا الكلام صحيح؟ لا لا شوف مو هيش يعني عفوا، بس خلي اشرح الفكره كامله حتى يفهم المشاهدون، انه اليوم قانون الانتخابات ما يسمح ابدا للحكومه، هي الحكومه تقترح والبرلمان هو اللي يعدل واللي يصوت واللي يقر هذا القانون، يعني ما يسمح. اثنين شرعيه المفوضيه القادمه من يعطيها الشرعيه غير البرلمان؟ البرلمان الموجود هو الذي يعطي شرعيه المفوضيه مو يعطيها الحكومه. ثلاث الأمور اللوجستية والصرف على الانتخابات المقبلة لازم يجب البرلمان أن يصوت. هناك مبادرة للإطار التنسيقي وراح أقول لك عليها المبادرة. المبادرة للإطار التنسيقي أن يجعل عمر للبرلمان، شلون ديش الانتخابات، أن يجعل عمر البرلمان مثلا في 4 أشهر 5 أشهر، عليها على ضوء هذه الأشهر يجب أن تكون تشكيل الحكومة وتغيير المفوضية تعديل قانون الانتخابات وإقرار الموازنة ثم يحل البرلمان خلال هذه الفترة الزمنية التي يحددها مسبقا. شلون كانت الانتخابات في 2020 لما حددوا موعد 10/17 حل البرلمان، وهذا أيضا يجب أن يكون له عمر محدد حتى يحل البرلمان. حتى هذا العمر المحدد للبرلمان واضح جدا أستاذ أحمد لا يريده التيار الصدري، لذلك هو يجهز فعليا ربما لتظاهرات أخرى. الدليل على ذلك كيف تفسر بالتالي الإجراءات الأمنية ويعني الصبات الكونكريتية اليوم أعلى من السابق، اليوم مراسلنا يؤكد أن الصبات الكونكريتية أقوى، هذا يعني أن هنالك تحسب لمظاهرات أخرى، هنالك رفض صدري واضح لما يجري حاليا من حديث إطاري عن الشكل المقبل للحكومة، بالتالي الإطار التنسيقي ماضي بعد الأربعينية مهما فعل التيار الصدري من مظاهرات أو حتى التشرينيين مهما تظاهروا ماضي بتشكيل حكومة وعقد جلسة البرلمان. شوف أولا اليوم نفرق عن تظاهرات تشرين وتظاهرات التيار الصدري. تظاهرات تشرين تظاهرات مطلبية، مو تظاهرات مطلبية للشعب العراقي بالعموم. تظاهرات التيار الصدري تظاهرات خاصة للتيار فقط، وهذا ما بينه التيار خلال الأيام السابقة، ما هي مو تظاهرات يعني مطلبية للشعب العراقي. وعلى دلالة أنه تشرين اختلفت كذا مرة مع التيار الصدري، لأنه تشرين يتغير نظام كامل والتيار الصدري يريد أن يغير حكومة يحس نفسه ما يقدر يتعامل وياها. هاي يعني نقاط خلينا نفهمها. الشغلة الثانية اليوم الإطار التنسيقي لديه عدة أمور ما استخدمها لحد الآن في نظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فقرة 11 و12، ممكن أن يعقد جلسة حتى وإن لم يحضروا لا السيادة ولا الديمقراطي الكردستاني، وعنده 180 نائب موجودين وموقعين على هذا، وممكن عقد الجلسة بعدم حضور أي يعني أقصد الرئيس ونائبه وعدم حضور السيادة والديمقراطي بالعدد 165 نائب. هذه المرحلة أو هذا العقد لهذه الجلسة أول تعطي شرعية للبرلمان بالضبط على أثر ذلك. هل هنالك تفاهمات سحب يد رئيس الوزراء بالضبط؟ مهمة يعني نقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد، هل توصل الإطار التنسيقي إلى تفاهمات مع الديمقراطي ومع يعني السيادة على الأقل طالما الصدر يعني شوف اليوم السيادة والديمقراطي الكردستاني حتى كان موقف السيد مسعود البرزاني من سابق، واليوم الديمقراطي الكردستاني حتى نفصل، الديمقراطي الكردستاني لديه انتخابات واستحقاقات قادمة في إقليم كردستان، حتى شرعية حكومة إقليم كردستان يوم فقدت شرعيتها لأن عبرت يعني فترة الانتخابات اللي هي فيها. ولهذا السبب أيضا يعني الاتحاد الوطني وبعض الأحزاب الكردية مصرة على تغيير قانون الانتخابات حتى يكون أيضا انتخابات في إقليم كردستان. أما والديمقراطي الكردستاني عالنها علنا، قال أي جلسة تحدث في بغداد ممكن إحنا نروح لها. والسيادة اليوم لمطالب السيد الحلبوسي اللي ذكرها وتعديل بعض الفقرات وهذه موجودة في يعني في جدول أعمال جلسة الحوار الوطني، وحتى السيد خميس الخنجر ممكن أن يدخل يعني لأن هو رئيس تحالف سيادة ممكن أن يدخل في الوساطة بين الأطراف وبين السيد الصدر. السيد الصدر اليوم هو معترض على أن يكون في الإطار بعض الإطار التنسيقي، خلينا نحدد بعض الإطار التنسيقي، معترض على أن يكون ممثلين في العملية السياسية، ممثلين لأن السلاح منفلت وقانون خارج الدولة وما أعرف شنو هذه. وأثبتت حتى التظاهرات الأخيرة أن جميعهم مما بينها التيار الصدري أيضا لديه السلاح، نعم. وأيضا لديه السلاح خارج الدولة،
ولهذا السبب نحن بحاجة إلى حوار وطني حقيقي نفعل فيه قانون الأحزاب المعطل اللي موجود ومعطل، وبحاجة إلى تفعيل الدستور أيضا، لأن الدستور العراقي اليوم معطل أيضا، ونحن بحاجة إلى نفي الأعراف السياسية اللي دمرت هي العملية السياسية، أنه عرف سياسي يلا نعبره المرحلة المقبلة وخلي نسويهش المرحلة المقبلة. ولهذا السبب نحن من قلنا حوار وطني دعينا حتى اللي خارج العراق أن يحضروا في هذا الحوار الوطني، حتى المعترضين والخارج العملية السياسية في الداخل والخارج أن يكون لهم آراء في هذا الحوار. هذا رأينا نحن كتحالف قوى دولة، هذا رأينا وكان هذا الرأي عام داخل الإطار وخارج حتى باقي الكتل السياسية. شكرا جزيلا إليك أستاذ أحمد العيساوي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، كنت معنا من بغداد.